جبوري عمي، اريد فد وردة حلوة بعيوني عمي. اي هاي كلش حلوة. شكرا. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. مبروك سليمة باشا. شكرا سليم افندي. طبعا مبدعة بالغناء ومبدعة كذلك في التمثيل، وطبعا اهنيك من كل قلبي على الفيلم العراقي الاول. بس ها احنا ننتظر البزيد. جزيل الشكر لك سليم افندي. شكرا. حرامي. نعم سيدي. وين ابو الورد؟ موجود سيدي. ايبا فرحانه ومسروره بجيتكم. انزل اهلي اهلا بيكم. هنوها السليمه باشا. الف مبروك. شكرا شكرا شكرا. تسلمون عيوني. شكرا شكرا الك. سيدي هذا بياع الورد. تعال بابا. بيش تبيع الوردة أو أقصد الباقة؟ بيت مثل ما تحب. اللي يشتري وردة واللي يشتري باقة. بابا أقول لك بيش تبيع حتى أقدر أدفع لك زايد. بيت جمال الوردة ما يتحدد له سعر. كل عاشق للورد يشتري بكيف. العفو جبوري. في دول هالوجه اريد ثلاث واردات لان نسيت انطي جماعه الممثلين. وهاي همينه فلوسها. سامي. سامي. نعم سيدي. سله الورد كلها خليها على ميزي. صار سيدي. كرمل ابو الورد. تامر سيدي.